بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يخوض عدد من أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاج على حبسهم بإجراء يسمونه الاعتقال الإداري. وهذا الإجراء ما هو إلا وسيلة من وسائل أخرى شتى تعددت في أشكالها، ولكن الهدف واحد، والهدف وهو القمع والتنكيل بالفلسطينيين بكل وسيلة ممكنة. ويتابع العالم كله ما يقوم به الصهاينة من عسف وظلم واعتداء وتدنيس لمقدسات الإسلام دون أن تهتز الضمائر في هذا العالم المتحضر وتتحرك لإيقاف هذه الغطرسة الصهيونية، باستثناء بعد الأصوات الأحرار الذين يقومون بمجهودات مشكورة من أجل فضح هذه الأعمال الإجرامية. نحن في جماعة عدل الإحسان نؤكد ونعلن تضامننا مع الأسرى المضربين عن الطعام ومع كل الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا. ندين صمت الحكومات العربية التي تتفرج على مشاهد اضطهاد الإخوان في فلسطين ولم تقم بما يلزم من أجل إيقاف هذه الاعتداءات الصهيونية المتكررة. ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية من أجل العمل لفضح هذه الجرائم التي يقوم بها جنود الاحتلال في فلسطين، ومن أجل بناء تيار عالمي داعم لنصرة القضية الفلسطينية حتى إنهاء هذا الاحتلال العنصري الهاشم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.